أهلا بكم. دشنت السلطة الشرعية في مأرب وشبوة خطوة إصدار الجوازات بعد أن كانت محصورة على صنعاء وعدن. يأتي هذا بعد تفعيل لجان صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وتفعيل المطارات والموانئ واستكمال نقل المؤسسات المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن وتفعيل مصادر الإيرادات. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه في محورين: ما هي المؤشرات التي يمكن استخلاصها من استعادة السلطات ذات الطابع السيادي؟ وما هي ملامح المرحلة المقبلة من خلال التحديات التي تواجه الحكومة؟ وما مدى قدرتها على مواجهتها؟ إذن تجتهد حكومة بن دغر من العاصمة المؤقتة عدن في استعادة الصلاحيات ذات الطابع السيادي بعد استكمال استعادة المؤسسات الاقتصادية وربط علاقتها وتعزيز ثقتها بالمواطنين في الداخل. فهل تشكل هذه الخطوة نقطة تحول في مسار الأزمة اليمنية؟ الغالب أنها ستكون كذلك، لكن في أي اتجاه؟ وما مدى قدرة الحكومة على تجاوز المخاطر ومهددات عمل هذه المؤسسات؟ المؤكد أن هذه الخطوات الحكومية تأتي في سياق تفكيك نفوذ الانقلابيين بالتزامن مع تآكل الجغرافية من تحت سيطرتهم، كما تفتح الباب أمام استعادة كافة الصلاحيات السيادية وإغلاقها نهائيا أمام الانقلابيين وتعطيل عمل العاصمة صنعاء بشكل كلي. فهل تنجح الحكومة في هذه المهمة؟ أسئلة كثيرة سنناقشها الليلة في حلقة زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير حول الموضوع للزميل محمد القاسم. بين العاصمة المؤقتة عدن ومأرب تنشط الحكومة الشرعية، فينشط معها الأمل باستعادة مؤسسات الدولة من مخالب الإنقلابيين. لا يقتصر نجاح السلطات حتى الآن في نقل المؤسسة المالية وتفعيل لجان صرف المرتبات وتصدير النفط والغاز وتفعيل عمل المطارات والموانئ، بل أيضا بتفعيل إصدار الجوازات. هنا في عدن وفي بقية مناطق سيطرة الشرعية تستيقظ الحياة من موتها وتمضي ببطء رغم العقبات الكبيرة والتحديات الجسيمة، لكنها تمضي. يقول الرئيس هادي إنه لا شيء يمكن أن يقف عثرة أمام عزم الحكومة وإصرارها على العمل من الداخل واستعادة الدولة المختطفة. قرارات كثيرة في هذا الصدد أقرها الرئيس والحكومة، معظمها أثارت الجدل السياسي في الداخل والمحيط الإقليمي، لكن هذا الجدل لا يهم رغم تقاطعات المصالح في وقت تتآكل فيه قيمة الدولة اليمنية كلما تأخر الحسم العسكري والقضاء على الانقلاب وما ترتب عليه من آثار في بنية الدولة العضوية والوظيفية. ففي واقع كهذا لابد من المواجهة بمزيد من العمل السياسي والإداري كفعل موازي للعمل العسكري. تحتاج الحكومة إلى ما هو أكثر من سحب البساط عن الإنقلابيين، بل إلى تعطيل عمل العاصمة صنعاء تماما وإقناع المجتمع الدولي بعدم التعامل معها. لكن هل تنجح السلطات في ذلك؟ الإجابة مرهونة بقدرتها على النجاح في مهمتها المفترضة. فبوسع المؤشرات الحالية أن تحمل اليمنيين على الأمل بتفكيك سلطة الانقلاب في صنعاء وجعلها عالقة في الفراغ مؤذنة بانهيار شامل يفتح الباب أمام خلاص كلي. وبوسع الرئيس والحكومة أيضا أن يعزز من هذا الأمل بالمزيد من العمل والترتيبات الكفيلة بتثبيت الشرعية في مساحتها المحررة وتقديم النموذج الآمن. لكن ليس بوسع الناس أن يتحملوا الوجع اليومي أكثر باعتباره نصيبهم الوحيد من الحرب الدامية والمريرة. نبدأ بنقاش موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا من لندن الدكتور سمير الشيباني المحلل السياسي. دكتور سمير أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. دكتور سمير، هذه الخطوات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا، ربما تفعيل إصدار جوازات من مأرب وشبوة إلى جانب العاصمة المؤقتة عدن، حديث عن تفعيل الموانئ والمطارات، أيضا مؤسسات إرادية وخطوات أخرى ربما من شأنها تعزيز موقعها اليوم كسلطة شرعية في الداخل، أهمية هذه الخطوات على صعيد العلاقة ما بين السلطة والمواطن في الداخل؟ تتميز هذه الخطوات بالحقيقة بقيمة سياسية كبرى نظرا لأنها كانت متوقعة ومنذ وقت طويل. يعني أنا أتصور أن ما أقدمت عليها السلطة السياسية الآن من إجراءات إدارية وسياسية بغرض إثبات أن الدولة الشرعية لا زالت قائمة قادرة على ممارسة مهماتها على الأقل في الأراضي المحررة،
أو تطلع بالمسؤوليات الواقعة على كاهلها في أي مكان كان في اليمن أمكن الوصول إليه. هذا الأمر كان ينبغي أن يكون مبكر جدا. أنا أعتقد أنه برغم إيجابية تلك القرارات إلا أنها جاءت متأخرة، لكنني أعتقد أن تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي نهائيا، وهذا أمر مشجع وعلينا أن نشجع الأخوة في قيادة الحكومة. لكن نتصور أن التأخير كان بسبب حالة الالتباس لدى الرؤية، لدى القادة السياسيين الذي تحملوا المناصب خلال الفترة الماضية، الذي كانوا في الحقيقة يحاولوا أن يتجاوزوا الخطورة الريسك، لأنه لا وجود لأي قرار سياسي في لحظة حرجة مثل اللحظة التي تمر بها بلادنا من دون أن تكون هناك احتمالات خطورة. القرار السياسي بحاجة أيضا جرأة سياسية، لا سيما أننا في لحظة ثورية، في لحظة تغيير ثوري في البلاد. أتصور أن تلك الإجراءات كان ينبغي أن تكون مبكرة، ولكن الحمد لله أنها أتت. لكن علينا أن نؤديها كما ينبغي أن تكون، بأشد درجات الدقة والمعرفة والعلمية. طيب دكتور، أتصور أن كثير من القضايا على سبيل المثال صرف المرتبات تأخرت دون مبرر ومسوغ حقيقي. طالما توفرت الإمكانات المادية وتم الإعلان عن استعداد الدولة لصرف مرتبات الناس، على الدولة أن تصرف هذه المرتبات بأسرع وقت ممكن، لأن استعادة الثقة بالدولة والثورة مرهون بمدى تحقيق أهداف ومطامح الناس وبالذات احتياجاتهم الأساسية الأولى. أعتقد عدد كبير من أبناء اليمن يعتمدوا على المرتبات، ولهذا ربما موضوع المرتبات كان له علاقة تأخير ربما بطباعة العملة ربما في روسيا ووصولها متأخرا ربما. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن طالما أنه قد تم الإعلان عن أننا سنبدأ عملية صرف المرتبات يعني أن السيولة الكافية قد توفرت. طيب استاذنك دكتور سمير، نشرك معنا من الرياض السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. إذا خطوة متأخرة يراها الدكتور سمير الشيباني فيما يخص هذه الخطوة التي اتخذت في طريق استعادة الدولة. أهمية هذه الخطوات بالنسبة لك وباعتقادك، ما الذي كان يمنع الحكومة من اتخاذ هذه الخطوات مبكرا على الأقل؟ اهلا وسهلا اخي سامي، ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. بالنسبه للخطوات التي اتخذتها الحكومه، هي بالفعل اتفق مع ما قاله الدكتور سمير انها خطوات متاخره. نقل البنك المركزي جاء متاخر جدا بعد سنه ونصف او سنه وثمانيه اشهر من الانقلاب، ولكن لنا نعرف ان هناك ارهاصات، كان هناك اتفاق مع المجتمع الدولي مع حكومة بحاح، سهلت للميليشيات الانقلابية التحرك بأريحية أكبر، وجعلت منهم أيضا يستفيدون من الإيرادات التي كانت تأتي من المناطق المحررة. بالتالي هذا كان هذا يعني عامل أساسي لتأجيل موضوع نقل البنك المركزي، وأيضا تم التبرير له أن المجتمع الدولي وهناك ضغوط دولية من هذه التبريرات. طيب إذا ما تحدثنا عن الآن عن التوقيت الحالي اتخاذ هذه الخطوات، نعم، إلى ماذا يشير ربما والبدء باستعادة مؤسسة دولة تدريجية؟ نعم، هو يشير بكل تأكيد أن هناك نية جادة من قبل الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة، لإنهاء الانقلاب، لترتيب البيت الداخلي في المناطق المحررة. والخطوات التي تم اتخاذها خطوات كبيرة وتستحق فعلا الإشادة، لكن ما يزال لدينا الكثير من الخطوات التي يجب على حكومة الدكتور أحمد بن دغر أن تتخذها. مطار عدن الدولي لابد أن يعمل، أيضا المطارات الأخرى سيئون وغيرها، أيضا الوزارات تفتح الوزارات في العاصمة المؤقتة، هذه كلها لابد أن تتخذها الحكومة. أن يظل المواطن معلق ما بين صنعاء وما بين عدن، أعتقد أن هذا سيوفر غطاء أيضا للميليشيا الانقلابية أن تستمر في عملها وأن تستمر في غيها وفي اتخاذ خطوات تصعيدية. طيب أعود لضيفنا من لندن دكتور سمير شيباني. دكتور، هناك من يرى ربما أن هذه الخطوات تشكل ربما إنجاز سياسي يمكن حسابه للسلطة الشرعية ربما أكبر وأقوى من المكاسب العسكرية التي ما زالت حتى الآن متعثرة، ما رأيك؟ أولا هي القرارات بحد ذاتها ليست منجز.
المنقذ هو أن يتم تحويل هذه القرارات إلى واقع عملي، أن يتم تنفيذ القرارات، أن يتم إشعار الناس بأن هناك تغير حقيقي في إدارة الدولة، أن الدولة قد تمكنت على الأقل من المناطق المحررة من خلال توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن أيا كان في أي مكان في اليمن من الحصول على الخدمة الشرعية. على سبيل المثال قصة قضية الجوازات، عندما يتوافر للناس الإحساس بأنهم بحال وصولهم إلى مركز من مراكز منح الجوازات الجديدة سواء في مارب أو في عدن أو في أي منطقة محررة أخرى حضرموت سوف يحصل على هذه الخدمة، هنا ستعاد الثقة فعلا للدولة. اثنين، أعتقد أنه في مسألة في غاية الأهمية لابد أن نركز عليها. أعتقد أننا في غمر الاهتمام بقضية تنفيذ التزاماتنا نحو الشعب أهملنا الجانب الأمني. على سبيل المثال ما حدث في معسكر الصولبان الأسبوع الماضي كان كارثة بكل المعايير بكل المقاييس، كارثة حقيقية كان ينبغي تجاوزها من خلال رفع مستوى الأمن. مثلا كيف يمكن أن تعلن عن صرف مرتبات لعدد من جنودك الأشاوات الذي يواجهوا خطر الموت يوميا وتجعلهم ينتظرون على قارعة الطريق أمام بوابة المعسكر لقمة سائغة لكل من تسول له نفس الإضرار بهم، وهذا ما حدث. أنا أتصور أن لا زالت إحساساتنا الأمنية ضعيفة، لا زلنا لم نواكب اللحظة، لا زلنا لم نرتفع إلى مستوى أننا في حالة حرب حقيقية مع عدو شرس يستخدم كل الوسائل الذي يمكن أن يلحق بها ضرر قاتل علينا. أتصور أننا علينا أن أيضا نركز على مسألة الخدمات الأساسية من خلال رفع مستوى خدمات التطبيب. الطب لا زال ضعيف، العلاقات مع مؤسسات الكهرباء والماء التي في الحقيقة تخلق معاناة شديدة لأهلنا في المناطق المحررة وفي عموم اليمن، كل هذه المسائل لابد أن تشتغل من أجلها الحكومة، ليست على أساس أنها وزارة بيروقراطية بل على أساس أنها وزارة ثورية تقوم بتنفيذ المهام الثورية الملحة وفق ترتيب أولويات جاد أول بأول. ومن دون هذا ستظل المسائل كلها داخلة في بعض وسيظل الصيد في الماء العكر. هي نقطة مهمة أشرت لها دكتور سمير شيباني، ما حدث في عدن ربما كان في ذات التوقيت الذي يزور فيه الرئيس هادي مطار عدن الدولي للاطلاع على تفعيله من جديد والقيام بمهامه في خدمة المواطنين، أيضا بداية صرف المرتبات، كان ما حدث في عدن من تفجير إرهابي. هذا يقود إلى سؤال ونقطة مهمة سأطرحها على ضيفنا من الرياض مختار الرحبي، فيما يخص الآن هناك العديد من التحديات ربما تواجه عمل الحكومة الشرعية كخط موازي يعني لبداية استعادتها لمؤسسات الدولة. إلى أي حد الحكومة بن دغر هي قادرة على تجاوز هذه التحديات وهذه المهددات والمخاطر التي تهدد؟ أي خطوات إيجابية تقوم بها في سياق استعادة المؤسسات وتفعيل عمل العاصمة المؤقتة عدن؟ نعم، أنا أعتقد أن أهم تحدي يواجه الحكومة هي التحديات الأمنية طوال سنة وأشهر هي المدة التي تم تحرير فيها عدن. ما تزال مدينة عدن مدينة يعني غير آمنة، غير مطمئنة، مضطربة، حوادث، انفلات أمني، تفجيرات، إرهابيين، تنظيم ما يسمى بداعش، هناك مخاطر أمنية هي أنا أعتقد أنها في الصدارة. وإذا استطعنا أن نؤمن مدينة عدن سنتجه بعد ذلك إلى التحديات الأخرى وهي تحديات خدمية تمس المواطن في هذه المناطق. جاء الصيف الماضي الذي غادرنا وكانت هناك معاناة شديدة لأهلنا في مدينة عدن. أيضا الحكومة تعمل بلا ميزانية بلا إيرادات، الإيرادات ما تزال ضئيلة جدا، لم يتم استئناف بيع الغاز، لم يتم استئناف أيضا بيع البترول، ما تزال الحكومة في أمس الحاجة إلى مقومات مادية تستطيع من خلالها الإيفاء بالتزاماتها. لا يمكن أن نعتمد فقط على 200 مليار التي تم يعني إيرادها إلى البنك المركزي في عدن، ولا يمكن أيضا
أن ننتظر حتى يتم دعمنا من قبل سواء الأشقاء أو الأصدقاء الذين أكدوا أنهم سيدعمونا. بالتالي هناك جملة من الإشكاليات التي تعاني منها الحكومة. إذا استطعنا أن نتجاوز الجانب الأمني فأعتقد أننا سنتجاوز 50% من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الحكومة. بالتالي سننتقل بعد ذلك إلى الجوانب الخدمية وإلى جوانب طيب يعني في الجوانب الأخرى. طيب نعود دكتور سمير شيباني. دكتور سمير، ما بين رؤية البعض إلى أن هذه الخطوات هي تأتي في سياق تنفيذ تفكيك نفوذ الانقلابيين، وما بين من يراها أنها استنساخ ربما لمؤسسات بديلة في عدن، سياق هذه الخطوات كيف تنظر له أنت؟ وأيضا ما مصير مؤسسات الدولة في صنعاء؟ هل قد يكون الغاية من هذه الخطوات تعطيل عمل مؤسسات صنعاء؟ وبالتالي أيضا سؤال يطرح عن مصير المواطن هناك، ربما الخاضعين في المناطق تحت سيطرة الميليشيا وليس بالضرورة أن يكونوا مؤيدين لهم. الشرعية الحالي لا ينبغي أن يفهم إلا باعتباره ممارسة طبيعية لحقها في إدارة شؤون الدولة. ليست المسألة مسألة مناكفة، لم تكن فقط على الإطلاق مسألة إدارة الدولة قائمة على أساس المناكفات. يعني لسنا في وارد أن نسبق تركيب مسخ تم الإعلان عنه أو تشكيل مسخ تم الإعلان عنها في صنعاء بتشكيل حكومة يسمى بالإنقاذ. من أجل ذلك قمنا بهذا العمل. هذا التصور خطأ وضار بطبيعة وبنية عمل الحكومة إن في الحقيقة وضع في دؤرة اهتمام القيادة السياسية. عليها أن تفكر أنها هي القيادة الشرعية المعترف بها دوليا وهي القيادة المسؤولة عن تحقيق أهداف ومصالح الناس، ولهذا تشتغل بغض النظر عن كون هناك تشكيل أو لا يكون هناك تشكيل. فيما يتعلق بمؤسسات الدولة في صنعاء، مؤسسات الدولة في صنعاء مختطفة من ضمن نضالاتنا السياسية أننا نطالب باستعادة الهيمنة على تلك المؤسسات من قبل القيادة الشرعية. هذا الأمر أيضا مرهون بتطور العمل العسكري وبتطور الوضع في صنعاء. لسنا في وارد المناكفة أو مسابقة تكوين في الحقيقة مسخ لا يستطيع أن يخرج بتأثيراته خارج إطار صنعاء. صحيح أن صنعاء هي العاصمة السياسية، لكن عدن قد أعلنت عاصمة سياسية مؤقتة وينبغي أن يفعل هذا الأمر. ينبغي أن يحس الجميع أننا نمتلك عاصمة وأن هذه العاصمة ينبغي أن تنقل إليها كل المؤسسات السيادية التي تقوم بممارسة صلاحيات الدولة كما ينبغي، على الأقل في وضع مؤقت حتى يتم حسم الأمر بشكل نهائي. أعتقد أننا بحاجة أيضا للعمل في الخارج بشكل أكبر. سنلاحظ أن كثير من المؤسسات الإغاثة والدعم لا زالت تعتمد على صنعاء كمركز. هذا الأمر لابد أن يتحقق. هذه نقطة سأعود لمناقشتها معك، هي نقطة مهمة فيما يخص التواصل والتنسيق مع المؤسسات الدولية، وأيضا الخبر الذي يتحدث الآن عن ربما مؤسسات ومنظمات تتبع الأمم المتحدة قد تكون قريبا في عدن لممارسة مهامها وأعمالها من هناك. لكن أعود لضيفي من الرياض مرة أخرى الأستاذ مختار الرحبي، فيما يخص تعليقك فيما يخص هذه المعركة الحاصلة الآن في استعادة مؤسسات الدولة، إلى أي حد هناك هدف وغاية من تعطيل المؤسسات في صنعاء، وإلى أي حد أيضا الشرعية قادرة على الإيفاء بالالتزامات والتعهدات التي ستكون مترتبة على نقل المؤسسات إلى عدن؟ حديث عن نقل البنك المركزي من قبل شهرين ربما تقريبا، وما زالت هناك العديد من المشاكل كنموذج عن البنك المركزي. أولا أخي سامي، منذ 21 سبتمبر ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء معطلة، وكل الوزارات التي عملت كانت تحت إشراف ميليشيات وتحت إشراف ما يسمى بالمشرفين، وتم تعطيل عمل مؤسسات الدولة. إذا انتقلنا إلى الطرف الآخر في مدينة عدن وإعلانها كعاصمة مؤقتة، يجب على القائمين على إدارة عدن سواء الإدارة الأمنية والإدارة السياسية أن يعوا خطورة هذه المرحلة وأن يعملوا بروح الفريق الواحد الذي يجمع ولا يشتت والذي من خلاله نستطيع أن
نتعامل مع عدن كعاصمة لكل اليمنيين وليس لفصيل واحد وليس لجهة واحدة وليس لمنطقة واحدة، وأن يترفعوا عن الشعارات المناطقية خصوصا في هذه الفترة. نحن في فترة حرب معلنة من قبل الميليشيات تترفف بكل هفوة نقوم بها. ما حصل في السابق من طرد الشماليين كان أيضا كانت استغلتها الطرف الآخر وأعلنوا وقالوا هذه هي شرعيتكم التي تطرد الشماليين والتي لا ترغب في أي شمالي. بالتالي نحن الآن في فترة عصيبة، يجب على القائمين على إدارة مدينة عدن أن يعوا أننا في فترة حساسة وأنه يجب أن يتعاملوا ويتعاملوا مع عدن كعاصمة لكل اليمنيين وليس عاصمة بمنطقة أو محافظة. بالتالي سيسهل نقل كافة الوزارات ونقل كافة إدارة الدولة إلى مدينة عدن، وبذلك سنعطي صورة إيجابية للسفارات وللمنظمات الدولية، وأيضا نستطيع من خلالها الضغط على المجتمع الدولي ونقول لهم لدينا عاصمة آمنة مستقرة مطمئنة لجميع اليمنيين. نقل البنك المركزي كان خطوة أولى، ننتظر نقل باقي الوزارات، ولكن عليهم أن يحسنوا التعامل في هذه الفترة الحساسة والتي يجب عليهم أن يعرفوا أن عدن عاصمة لكل اليمنيين. الدكتور سمير شيباني، نقطة مهمة يشير لها ضيفنا من الرياض مختار الرحبي فيما يخص إقناع المجتمع الدولي وتشجيعه على نقل مؤسساته والهيئات التابعة له إلى عدن كعاصمة لكل اليمنيين. هو يتحدث عن بعض ربما التجاوزات التي قد تحد من أن تكون عدن عاصمة للجميع. إلى أي حد الآن الحكومة الشرعية قادرة على تجاوز هذه الإشكالية وفيما يخص إقناع المجتمع الدولي بنقل مؤسساته؟ الأخبار تتحدث عن أن تصريح لمسؤول أممي أن المؤسسات الدولية قريبا ستكون في عدن، ماذا يعني هذه الخطوة في مسار الأزمة الحاصلة الآن؟ إلى أي حد هذه الخطوة قد تكون مهمة ومؤثرة؟ أولا اسمح لي سامي أن نؤكد على حقيقة واحدة أعرفها من خلال تواصلي مع الأخوة في قيادة محافظة عدن، أن الرؤية الوطنية هي الرؤية السائدة، أن الأخوة في قيادة محافظة عدن يدركون تماما أهمية تثبيت الوضع الأمني في عدن باعتبارها منطلق للقيادة الشرعية لإعادة لاستعادة الدولة وإعادة حقها، وبالتالي البدء ببناء دولة قابلة للجميع بناء على رؤية التوافق التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني. نحن تكلمنا كثيرا عن مسألة طرد الشماليين وعلى هذا النحو من القضايا التي في الحقيقة هي ليست دقيقة كما ينبغي. حصلت بعض الملابسات، انتهت هذه المسألة بالكامل الآن. لابد من احترام القوانين المحلية داخل عدن، وبالتالي سنتجاوز أي مشكلة أخرى. الوضع حرج جدا لأن الاختلافات كبيرة، علينا أن نعمل كما قال الأخ مختار بروح الفريق الواحد، وعلينا أن لا نثير الآن القضايا الخلافية الثانوية ونحولها إلى قضايا صراع أساسي، لأن هذا سيصب في الأخير في مصلحة العدو المشترك لنا الذي هو قوى الانقلاب والهيمنة الطائفية والفساد والاستبداد. لهذا أنا أعتقد أننا بحاجة لجرأة سياسية، بحاجة لعمل حديث من أجل استعادة الهيبة الذي. طيب هذه نقطة مهمة دكتور سمير وتوضيحك فيها أيضا ربما كافي فيما يخص إقناع المجتمع الدولي بأهمية نقل مؤسساته إلى عدن وعدم التعامل مع صنعاء. فيما يتعلق بهذه المسألة أخي سامي، هناك أولا مسألة لابد أن نراعيها. لا زالت هناك إرادات متناقضة، إرادات مختلفة على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالشأن اليمني. لا زال هناك من يحاول أن يعيق فاعلية الإرادة العربية في حل القضية اليمنية. لا زالت هناك محاولات كبيرة للوصول إلى حل تنسيقي لا يؤدي إلى إنجاز حلول نهائية بالكامل، وإنما يحافظ على المشكلات قائمة حتى يتمكن الخارج من تحريك هذه القضايا بالريموت كنترول من الخارج ضد مصالح الأمة العربية والشعب اليمني. لهذا علينا أن نفهم تماما أننا في معركة مزدوجة، في معركة مع عدو داخلي يحاول أن يثير إما نعرات طائفية أو نعرات مناطقية سيئة في الداخل، وعدو خارجي يحاول أن يعيد رسم
الخارطة السياسية أو الموقع السياسي لليمن وفق مصالحه دون مراعاة مصالح الشعب اليمني أو الأمة العربية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا لك دكتور سمير شيباني الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفنا من لندن. أختم بسؤال أخير مع ضيفنا من الرياض السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية مختار الرحبي. عندما تبدأ الأخبار بالحديث عن أن الجهاز الأمني الخاص بالأمم المتحدة سيبدأ بتقييم الوضع في عدن استعدادا لنقل مؤسساته هناك وربما حديث أن هذا الموضوع قد يستغرق 6 أشهر، هل يمكن الحديث عن أن الضغوط التي كانت تمارس و في إطار منع استعادة صلاحية الدولة في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، هل انتهت هذه الضغوط بالحديث عن بدء تقييم الوضع وربما استعدادهم لنقل مؤسساتهم إلى عدن؟ هو بكل تأكيد أن الوضع الأمني طبعا تحسن لدرجة كبيرة، وأيضا عدم تفاعل المجتمع الدولي مع ما يسمى بالمجلس السياسي مرورا تشكيل الحكومة مرورا بكل الإجراءات الأحادية التي اتخذتها ولم تتعامل أي حكومة ولا أي دولة مع الميليشيات الإنقلابية، بالتالي المجتمع الدولي مطالبة حقيقية لنقل مؤسساته ولكن في ظل توفير الأمن والاستقرار للمدينة. بالتالي الآن السلطة المحلية وكذلك الدولة والحكومة والرئاسة الجمهورية مطالبة بتوفير الأمن والاستقرار وإرسال رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأن النقل مقراته وسفاراته وقنصلياته ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها إلى مدينة عدن سيصبح بدون إشكاليات بدون استهدافات، وأيضا سيمثل ورقة ضغط كبيرة بيد الشرعية على الطرف الآخر وهو على الميليشيات الإنقلابية بأنه لا يمكن أن يتعامل المجتمع الدولي ولا منظماته معكم طالما أنكم بعيدين عن الدخول بتسوية حقيقية. هو مختار ربما التحدي الأمني هو الأبرز الآن ويعني فيما يخص عمل هذه المنظمات الأممية، وربما كانت هناك دعوات عديدة على لسان الحكومة الشرعية لهذه المنظمات للعودة إلى عدن كانت أبرزها ربما على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب. على العموم شكرا جزيلا لك مختار رحبي سكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية، لم يعد لدينا وقت في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، كونوا بخير.